الألباني رحمة الله عليه كان صريحا في مجابهة أبناء التنظيمات والحركات السياسية الإسلامية، فكان ينبههم وينصحهم على أن يتركوا هذه الحزبيات، يتركوا هذا الخروج على ولاة الأمر، التكفير، كرده على سفر الحوالي في هذا الكتاب الذي طبع، فناله ما ناله منهم ورموه بأنه مرجئ، وهذا تكذيب. هذا الكتاب اللي تشوفه الألباني رحمة الله عليه، ماذا قال الألباني رحمة الله عليه عند قول المؤلف صاحب الطحاوية هو الإقرار، الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان؟ قال الألباني رحمة الله عليه: هذا مذهب الحنفية والماتريدية، خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان، وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله. كيف ترميه بالإرجاء وهو يقول العمل على طريقة أهل السنة واعتقادهم جزء لا يتجزأ من الإيمان؟ هذا هو البهتان.